السلام عليكم خواتاتي، كيفكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نكاطو كما كلشي قرا هنا. غادي ندير اليوم ندير غادي ندير لامونه القهوه خفيفه، مش عندي شي هنا في المقادير. غادي نبدا بسم الله، نبداو نقول لكم المقادير ونخدم. عندي هنا زوج كيسان تاع حليب، حليب دافي، الكاس اللي عندكم. عندي هنا كاس تاع السكر، هادو كاع نخلطهم. هاد لامونة شي شابة تجي خفيفة، تجي روعة وتقعد طرية. عندي مغرف خميرة تاع خبز عمرة، السكر والحليب والخميرة، نخلط معايا ونخليهم يتفاعلو. نرجع نخدم داك المقادير اللي بقاو، نغطيها نخليها تتفاعل مليح. هنا ضروري خصنا نبداو نكملو نديرو المقادير لخرى. هنا شنو غادي ندير؟ غادي ندير ربوكات تاع زيت، ربوكات تاع زيت هاكا لي ساهلة. الليمونة اقتصادية ما فيهاش زعما مقادير بزاف وتجي خفيفة شابة بزاف. عندي حبة تاع البيض، ما لافاني لي ما انا ما عنديش شيرات لينا كمل لي وماش كاين غالي والله. نبغي ندير فيها لي ما بقيتش وقت باين نديرها. غير تسمى الراجل الصباح كي جا راح يخدم قال لي غادي لنا ليمونة نقهو بها. الله الصباح ما بقاوش باش يتقهوى، هي قال لي غير ديري لنا ليمونه زيدي ثاني. غادي كيما نقول ندير بزياده، غادي دير بوه يبغي ليمونه غادي ندير شي خير، ندير حبه تاع ليمونه كبار هذا ما يبغي هاد الصوالح. هي صبحت عليها، نخلط هادو كاع في الحبة ونصيف شي قرصة الملح، قرصة تاع الملح. الليمونه اللي شاركتها معكم كاع في الفيديو الاول تاعي، بزاف من الشركات اللي دخلوا جدد شوفوا هذا تعجبهم ان شاء الله. نخلط اذا نبدا ندير صايب ندير في الفرينه، نبلع فوي صايي، ندير كاس الاول الشيرات، نزيد نعمر الزاوج حي اللي فاضي معليش ما يقول لك فاضل الخير. نزيد وحده مع خميره في الكاطو، من قبل ما ندير يدين نزيد نعمر كاس ثالث باش ما نبقاش كما نقولوا نخلط هكا العجينه تاع دروك. هنا نخلط هادو جوج كيسان، ما قلت لكم لي عندها المبشور تاع الليم ولا تاع تشينا تكون دارسه ولا دير، يعطيها واحد الريحه شابه بزاف. قلت لكم انا ما نبغي نوجد لها قاص ولا حلا غالب الصباح، هي قال لي درتها قلت لها ما عنديش الليمه، هي قال لي ديرها وصاي. نبغي ناس لامونة هكا ولا بغيوش هادو نبغي فيهم الليم. ما كان سيرت نزيد الرابع، قريب شوية الشيرات و هذا الرابع. قلت لكم انا غادي نكتر ندير بزاف وغادي تقطع لي بزاف، تقطع بزاف هاد الليمونة. نزيد الخامس ونشوف شحال غادي تديري. هذا الخامس شيرات، نضاي ندير غير كاس حليب. هي دوك ضعفت كاس حليب نص سكر. مازال راهي طاية، درت خمس كيسان ومازال تطغية. أنا نوريكم الشيرات كما نقولو غير بشوية، ما قال لي الفيديو يجي طويل شوية بصح الله غالب. هنا السادس، ثاني نبدا ندير الحليب قلب على قلب حتى اللي تكمل العجينه تقعد طري. دوك نكمل الشيرات من بعد نقول لكم شحال ديت باش ما نطولكمش شحال ديت لي فرينه.
صافي خواتاتي كما قلت لكم درت لي 6 كيسان تاع فرينه، 6 كيسان تاع فرينه مع ماي غايه. شوفوا هنا في الكيلو باكيه تاع فرينه شحال تبقى لنا في اللب، يبقى واحد الكاس هكا، هذا كاس يبقى هو واحد الكاس ونص تاع فرينه، كاس ونص تاع فرينه. دوك والله غير نوريلكم قاعده نجيب غرفيه نفرغ فيها ها الكاس، باش نوريلكم شحال بقات من الكيلو اللي تبغي تقول كيما نقولو تعبر. بقاو زوج كيسان، ها زوج كيسان نيشان لي بقاو لي هادو. دوك شوفو هنايا 6 كيسان تاع فرينة، هدا هو القوام تاعها الشيرات، منزيدهاش الفرينة باش تجي خفيفة، تجي خفيفة كيقطر. دوك نقي يدي ونغطيها نخليها تريح شوية واحد 5 دقايق ونعاود نوليها. انا شوفو خواتاتي العجينة تاعي انا مخرجتشيها، انا غير غسلت يدي من هذاك اللي كانت تلسق لي، دوك نخليها ما ندورش بها، نغطيها هنا ونخليها تريح كيما نقول واحد 10 دقائق باش نعاود نرجع لها نكملوا المرحله تاع الاخرى ان شاء الله يا ربي. هنا ريحت كيما قلت لكم حتى 7 دقائق. دوك شنو غادي ندير؟ غادي ندير يدي هكا بشويه تاع زيت، غير هكا شويه تاع زيت باش ما تلسقليش العجينه. شوفوا هنايا هكا نسقمها برك، نسقمها نرطبها. شوف هنا كي ترطب. هنا صاي خواتاتي راني سقمتها، هنا دوك نغطيها نخليها تخمر من الاولى، تخمر باش ما نطولوش الفيديو، تخمر نزيد نديكازيها، نزيد نخليها المره الثالثه تزيد تخمر تما باش نبدا نخدم فيها. هذا هو السر باش يجيكم هاد تجيكم هاد العمونه خفيفه، اللي تتخمر ديكازيها دو فوا هكا باش تجيكم خفيفه. انا دوك من باش ما نطولش معكم نخليها تخمر نزيد ديكازيها، والمره التاليه باش عاد نقطعها ان شاء الله. نروح نغسل يدي. شوفوا خواتاتي هنا العجينه تاعي كي ولات، شوفوا هنا كي خمرت، خمرت غاية الغاية. شوفوا هنايا كي ولات، شوفوا هنا كي شتو هنا كي تخدموها غاية كيما نقولو تخليوها تخمر تعاودو ديكازيوها زوج خطرات ولا تولي لكم هاكا شابة، مام لامونة تاعكم تجي خفيفة. هنايا دروك نبدا نطح فيها، أمنوني الشيرات حوست على اللي ما بقيت حابة ليه عندكم، بعد حد درتها خلطتها في العجين عاود كيما نقولو كي ديكازيتها عاود خليتها تخمر، خاطش ما نجمش وما نديرش فيها الليم، حاس روحي كلي هذوك. نبدا نقطع لي بولات هكا، انا وزنوهم تبغوا توزنوهم ديروا 50 غرام، قلت 50 70 غرام ولا تبغوا تكبروا الحبه كبروا، تبغوا تصغروهم خاطش غادي يزيدوا يخمروا. هذوك نقطعهم كاع، شوف العجينه كي راهي شابه وطريه هاي ما شاء الله شيرات. نصاي شوفوا هكا، شوفوا ديما كيما هكا راهي العجينه راهي شابه ماهيش كيما نقول. انا غادي ندير لهم حبه كيما هكا مع تزيد تنفخ راكم عارفين. نكون نسقمهم كاع هكا، راني موجده السنين اللي داير فيه بابي كويسون هكا. هنا صاي خواتاتي راني كاع درت هاد لي بولات كيما هكا، درتهم كاع نيشان. هنا غادي نقدر بالمقص هنا ديرو كيما هكا كي زائد هكا وهاك هاك، ديروا هكا ونزيدوا هكا باش هنا كيما نقولوا كي تخمر تزيد هاد العمليه ديروها قبل ما تخمر الشيرات، خاطر كنا تخمر وديروها حبه تروح لكم. هنا دروك نكملها ندير لها هاد بالمقص كيما هكا، نكوبيه بالمقص ونخليه يخمر غايه هنا، يلق لها يخمر غايه. دوك كي يخمر نوري لكم باش كيش طيب زعما القوام تاعها كي يخمر باش طيبو، خاطر هو يبغي هاد لامونه تبغي تخمر، لما خمرتش غايه على بالكم بلي تجيكم يابسه لداخل ما تجيش خفيفه. هذه هي اخواتاتي، شوفوا لامونه تاعي راهي خمرت، شوفوا هنا كي خمرت، خمرت غايه ضعفت مليح مليح، ما تخافوش تقولوا تخرج خموريه، المهم ما تخلوهاش كيما نقولوا تبان، هي كي تخسر تبان تهود، هي قاعده دروك شوفوا هنا كي خامره غايه، خاطركم ما تخمرش مليح تجيكم يابسه من الداخل. هنا عندي حبه تاع بيض غادي ندير فيها شويه لافاني، انا نبغي ندير كيما نقولوا البيض ندير فيه لافاني باش ما نطلقش هذيك ريحه البيض
ويجي حمر وتجي ريحته شابه. ميم كي يبدا يطيب تجي. انا ندير حبه كومبلي، حبه بيض كومبلي نديرها، كنا نضربها مليح ونبدا ندير هكا في البيض. واللي تبغي دير القهوه ولا دير القهوه، انا ندير حبه بيض كومبلي. والكوشه راهي تحمى. هذوك نولي لواحد المشتركه كل خطره مسكينه تقول لي ام كريم ولي لنا غير الكوشه تاعك هذه اللي طيبي فيها. داك النهار درت فيها الخبز تاع خبز الكوشه هذاك ووريت لهم، قالت لي حنبوك ولي لي هذه غادي نشري وحده وما عرفتش ما كان مليحه نسيتها. زادت عاودت المسكينه في كومونتير عاودت لي وتا ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله كي ندير راني نوريها لك. دوك نبدا نطيب نوري لك الكوشه حبيبتي، كاش مشكل. نديرو هنا شويه سكر هيا ورا ندير الاول هذا يطيب. كي يطيب هذا الاول نزيد الزاوج. هيا صاي هذا ما كان حبيبتي. دوك نديرها طيب الشيرات ونشوف تشوفوها ان شاء الله من بعد واجده. هيا لحبيبتي الكوشه تاعي اللي نطيب فيها، شوفوا هنا كي كبيره، شفتوا هنايا شوفوا قداه طيب غايه طيب ما شاء الله. شوفيها هنايا الاسم تاعها فول سعادة، يطيب غاية. شوفوا يطيب لتحت والفوق خطرة واحدة ويطيب ما شاء الله. شوفوا هنا كيف طيب فيها الكاكاو، طيب فيها البريوش تاع الخبز كلشي. شوفوا هنا كيف راه يطيب شابة بزاف هاد الكوشة. هذه أنا شيتها، شريت هذا شحال شيتها، كنت نخدم بها المطلوع ونبغى كاع مليحة هاكا من الضيق وكاع في مع طويله كبيره. ايام بعدها لا نقول لهم ما نجمش لا غالب ولفتها طيب لي ما شاء الله. هذه يا حبيبتي الطالب اللي طلب فيه مني تاع الفول، فول السعاده. شوفوا خواتاتي لامونه تاعي راهي طابت وجدت بردت. شوفوا هنا كي جات شابه طايبه ما شاء الله، حمراء خفيفه والله يا شيرات جات كي القطن. جربوها وردوا لي خبر. شوفوا هنا كي جات خفيفه خفيفه خفيفه، شوفوا هنا جات بونجو صاي والله العظيم. جربوها راني عارفه غادي تعجبكم، خفيفه بزاف ومع قهوه مع لاتاي ديروها للضياف كما نقولوا ضيافكم. سهله ليه ليه توجدوها. هذه يا خواتاتي هذا هو الفيديو تاع اليوم. شوفوا هنا ديك الكوشه شيرات اللي طيبتها لي، طيبتها روعه روعه روعه، طيبه حمراء كما نقولوا كل القرموط. هذا هو الشير الفيديو تاع اليوم. الى عجبكم ديروا لي جيم وبارطاجيو الشيرات وتهلاو في روحكم الشيرات. فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.